مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. أحيانا الأولاد لما بيتولدوا بيكون أحيانا بيصابوا بنقص في الأكسجين، وطبعا نقص الأكسجين ده بيسبب لهم أحيانا مرض اسمه السي بي أو الشلل الدماغي، وما ينتج عنه بقى من أعراض ومضاعفات. مثلا ممكن الأم بتلاحظ في الشهور الأولى إن ابنها عنده ارتخاء في العضلات، عنده صعوبة في البلع، عنده صعوبة في التنفس. ده غير طبعا إن الآثار اللي بتترتب على هذا المرض إن هو كمان بيبقى عنده تأخر في النمو العقلي وتأخر في التطور الحركي، وكمان تأخر في تطور الكلام طبعا، وكمان بيبقى عنده كمان تيبس في العضلات. كل ده طبعا الأم والأب بيحاولوا ان هم يلجأوا للطبيب لتشخيص الحالة في وقت مبكر، وممكن يعني يحتاجوا بقى لجلسات علاج طبيعي او جلسات تخاطب، واحيانا كمان بيلجأوا لعمليات جراحية. فطبعا النهارده حبينا نتكلم مع حضراتكم على السي بي او الشلل الدماغي. ايه هو الشلل الدماغي؟ وهل الحالات بتتحسن؟ وايه هو العلاج؟ هو ده اللي هنعرفه النهارده من الدكتور محمد عبد المعطي، استشاري مخ واعصاب الاطفال. برحب بحضرتك يا دكتور. دكتور، حابه اعرف من حضرتك ايه هو الشلل الدماغي؟ الشلل الدماغي حضرتك عباره عن اللي بنسميه سيريبرال بولسي او اللي هو السي بي او الشلل المخي. باختصار شديد هو عباره عن اضطراب في وظيفه المخ. اضطراب في وظيفه المخ ده بيأثر بالمقام الاول على الخليه الحركيه للمخ. عشان كده بنمره واحد في السي بي بيتأثر الحركه، فعشان كده بيأثر الخليه الحركيه. رقم اتنين، لازم وضروري ان يكون المشكله حصلت قبل او اثناء او بعد الولاده بلحظات. يعني مش يجي بعد 10 سنين و12 سنه. يعني السبب الرئيسي بيكون في اللحظات الاولى من الولاده او اثناء الولاده او قبل الولاده. مهم جدا ان الشلل الدماغي بيبقى معاه حاجات تانية معاه. ممكن يكون معاه كهرباء، ممكن معاه اضطرابات سلوكيه، ممكن يكون معاه اضطرابات في الرؤيه، اضطرابات في السمع. وهنعرف بعد شويه الاعراض المتاحه مع الشلل الدماغي. طبعا هل يا دكتور السي بي او الشلل الدماغي ليه انواع وايه اعراضه؟ الشلل الدماغي ليه كذا نوع وليه كذا عرض. الشلل الدماغي اهميته ان هو بيمثل نسبه من كل في خمس اطفال من كل 1000 طفل بيتولدوا بيبقى ليهم بيقولوا بسبب شلل دماغي. عشان كده الموضوع مهم. برضو اكتر في الاولاد عن البنات بنسبه 1.5 لـ1 الاولاد اكتر. من ضمن الاعراض بتاعه الشلل الدماغي بقى ان الطفل ممكن يجي لي متيبس او اللي هو اسمه يعني متصلب، ممكن يجي مرخي خالص، ممكن يجيب حركات لا اراديه، ممكن بيجي حركات صعبه كمان. ده في الشهور الاولى يا دكتور؟ ده بيبان مع الوقت حضرتك. يعني هو بيبدا، ما انا عايز اقول يعني ايه شرط بيبدا الشهور الاولى. لو احنا اخذنا الكلام اللي بنشوف في العياده عندنا، الشلل الدماغي المفروض الدكتور بيكتشفه من اول شهر. وفي تستات مهمه جدا جدا المفروض كل دكتور اطفال وكل يعني لو قدام كمان نعلمها نوصلها رساله لكل ام. في اختبارات اثناء الولاده او في الاسبوع الاول الطفل لما بتيجي ترفعه كده بتلاقي ان رقبته الطفل من عمر يوم المفروض بيهم بدماغه. تمسك دراعه كده ترفعه كده المفروض الطفل بيهم دماغه، تلاقي دماغه كده بتهم بيه. الطفل لا قدر الله اللي عنده اي حاجه من اعراض الشلل الدماغي او نقص الاكسجين زي ما حضرتك قلتي بنلاقي الدماغ ما بتترفعش. ودي رساله لازم نوصلها لكل دكتور اطفال. اهم حاجه التستات بتاعت السمنيونيتال ريفلكسز او رد الفعل اثناء فتره الشهور الاولى. لو الطفل فيه مشكله اذا في بدايات شلل دماغي واقدر الحقه لو لحقته بدري. وهل بيتحسن الحالات بتاعت الشلل الدماغي؟ الشلل الدماغي لو حضرتك زي ما قلنا لحقناه بدري بيتحسن منه كتير. يعني في ناس عندها مبدا ان الشلل الدماغي او في مبدا عندنا في بعض الناس بيقول لك سي بي يعني سيبه ويمشي. لا، سي بي اتعب معاه هتلاقيه يتحسن معاك مع الوقت. دكتور، في خلايا تبقى ضامره طبعا بسبب الشلل الدماغي، هل لما الطفل بيكبر الام عايزه بقى تطمن ابنها لما يكبر هل على الوظائف بتاعت الخلايا دي هتقوم بدورها تاني؟ ده سؤال تقريبا محير كل الناس. هل يا دكتور الخلايا، ده السؤال اللي بنسمعه على طول في العياده عندنا، الخلايا اللي ماتت يا دكتور هترجع تاني ولا مش هترجع تاني؟ الكلام المظبوط والعلمي عشان الموضوع ده فيه لغط كتير جدا، الخلايا اللي ماتت في المخ مش هترجع تاني. بس ايه وظيفتنا احنا وليه بنعالج وليه بنعاتب الناس معانا؟ ان الخلايا التانيه اللي موجوده دي احنا بننشطها وبننميها وبنخليها تبدا تشتغل مكان الخلايا اللي ماتت. يعني لو ماتوا 10% من الخلايا في 90% موجودين. ال 90% دول ممكن اخليهم يشتغلوا بوظيفه ال 100%، ممكن 99 95، ده حسب تعب الدكتور ومجهوده وحسب الاب والام واجتهادهم معاه. هل يا دكتور الطفل لما بيكبر بقى ويبقى شاب او راجل او مثلا انسه هتقدر تعتمد اعتماد كلي على نفسها او على نفسه؟ ده سؤال مهم. حسب ما حضرتك هتتابعي مع الطفل.
حضرتك ست مهمله في الطفل، ما بتديش علاج، مش متابعه مع علاج طبيعي، مش متابعه مع علاج دكتور مخ واعصاب، ما اكتشفتش الطفل بدري. طبعا لا قدر الله هتلاقيه طفل معاكي في البيت مش هيعمل اي حاجه مفيده. انما حضرتك اكتشفتيه في اول شهر، بدات له علاج، الخلايا بتاعه المخ نشطيها زياده، عملت علاج طبيعي، تابعتي مع بروتوكول كامل، طبعا طفلك هيتحسن وهيمشي وهيتكلم. حسب ازاي الطفل السوي نوصل لنسبه 100% دي صعب، بس ممكن يوصل 95% 90% على الاقل يقدر يساعد نفسه زي ما بنقول للناس في العياده، يقدر يمشي، يقدر ياكل، يقدر يعتمد على نفسه. طرق العلاج يا دكتور بتكون زي ايه؟ طب انا قبل ما اقول طرق العلاج عايز اقول حاجه مهمه جدا 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 في الاسباب. دي اللي نقدر لو وصلنا الرساله دي للناس، للاب والام وللدكتور الاطفال العادي، هيبقى فيدنا ناس كتير جدا. انا عشان الغي السي بي او اقلل من عدد السي بي، مهم جدا الغي الاسباب اللي اقدر الغيها. من ضمن اهم الاسباب، الاسباب قبل الولاده زي ما قلنا لحضرتك، واسباب في الولاده واسباب بعد الولاده. هي اسباب قبل الولاده ممكن الغيها، ان انا اتابع مع الدكتور نسا شاطر، لا قدر الله لو في، وده من اهم الاعراض، اهم الاسباب اللي تؤدي للسي بي، هو وجود عدوى داخل الرحم. حاجه اسمها بنسميه تورش. وسهل جدا علاجه، الام لا قدر الله بيبقى عندها تورش، ده بيجي لها الطفل بيحصل له مشكله في سي بي، او لا قدر الله حصل نزيف في الولاده، او لو لا قدر الله حصل ان الطفل وزنه ضعيف في الولاده. خلاص الحاجات دي كلها اقدر الغيها برضو. ان انا يحصل ولاده عاديه مش ولاده متعسره. حضرتك قلت اول اللقاء ان مشكله كبيره جدا وتقريبا لب الحلقه اللي هو حاجه اسمه الاتش اي اي، او اللي هو نقص الاكسجين في المخ. هو نقص الاكسجين في المخ ايه سببه؟ سببه ان الست تروح تولد في البيت، تجيب دايه، دايه تتزنق اثناء الولاده، حصل نقص اكسجين، الطفل نزل ما صرخش يا دكتور، حصل نقص اكسجين، بي اس بي، اكتشفه بعد سنه ان الولد ما بيتحركش. اقدر الغي ده كله لو انا اهتميت بولاده كويس. بعد الولاده في الشهور، في الشهر الاول الطفل احطه في بيئه كويسه، ما يحصلوش التهابات في المخ، ما يوقعش مني، ما يحصلوش نزيف في المخ. ان شاء الله كده انا لغيت الاسباب، واذا انا كده بقلل بقدر المستطاع من حالات السي بي على مستوى العالم. العلاج حضرتك، العلاج مهم جدا ان اعمل نظام بروتوكول علاجي متكامل يشتمل ان انا الاب والام يكونوا متعلمين كويس ان طفلك ده عامله ازاي، لازم يلعب متعلمين يعني من الناحيه الاكاديميه، يتعلمين، لا مش مهم يتعلم يكون حضرتك دكتور، مهم يتعلم ازاي يتعامل مع طفل، ممكن ما يكونش يعرف يقرا ويكتب بس يتعامل مع طفل يعني كويس، متدرب كويس طبعا، يساعد ابنه في البيت. مهم جدا ان علاجي علاج طبيعي، ابدا مع طفل علاج فيزيوثيرابي، علاج طبيعي من اول ما اكتشف ان عنده مشكله. تمام، لازم اتابع مع دكتور مخ واعصاب بيكون كويس، لان في حسب حاله الطفل هيتحسن. في اطفال عندهم نوع من انواع التيبس، ده ليه علاج. في اطفال تاني عندهم نوع من انواع الارتخاء، ده محتاج علاج تاني خالص. في طفل عنده حركات لا اراديه او حركات متعسره، ليه علاج تاني خالص. في حد تاني بنسميه الاتاكسيك اللي هو مشيته مش منتظمه، ليه علاج تاني خالص. كل نوع حاسس ليه علاج مخصص، وكل ما هبدا بدري كل ما هاخد نتائج افضل ان شاء الله. دكتور العلاج ده بيستمر قد ايه؟ هذاك العلاج ده بيستمر من عمر يوم لغايه امتى؟ حسب كل حال الطفل. في عندك طفل بعد سنتين ثلاثه بيمشي وبيتكلم، بعمل له متابعه كل كام شهر. في طفل تاني بيقعد معايا سنه واثنين وثلاثه واربعه، لان في حال اعراض تانيه بتبقى معاه، ممكن يكون لا قدر معاه كهرباء زياده، ممكن يكون في مشاكل اضطرابات سلوكيه، فرط حركه، ممكن يكون في مشاكل تانيه، في مشكله في السمع. فالمهم ان انا اتابع الطفل بتاعي كويس. وفي نقطه مهمه جدا، اللي هيبدا وعمره يوم غير اللي عمره سنه، غير اللي هيبدا عنده 10 سنين، اللي عنده 10 سنين ده اصعب من الخمسه، اصعب من عمره يوم. يعني دكتور معنى كلام حضرتك ان في امل للامهات ان فعلا هم ممكن يتحسنوا في المستقبل، حتى مش لازم بشكل كامل، ولكن على الاقل بنسبه معقوله ان هو يقدر يساعد نفسه ويقدر يقوم باي وظيفه في الحياه. السؤال ده انا بالنسبه لي هو اهم سؤال لازم نقوله، لو مفيش امل في طفلك مش هنيجي نتكلم، ومش هنتعب، ودكتور رحاب مش هتيجي بنفسها هنا، وانا مش هاجي هنا ونتكلم. كل ما طفلك هتتعب معاه وهتديله علاج وتحاول معاه، كل ما في نتيجه 100% طبعا ان شاء الله. اتشرفت جدا باللقاء مع حضرتك يا دكتور، وان شاء الله تكون معنا في حلقات ثانيه. شكرا جزيلا. انا اسعد جدا دكتور رحاب، وفرصه ان انا سعيد ان انا كنت مع حضرتك النهارده. في نهايه الفقره بشكركم واشوفكم بعد الفاصل.